بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد بإذن الله. اليوم سنتحدث عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب جميع قواته من سوريا، عددها 2200 جندي، وأيضا سحب 7000 جندي من أفغانستان. ماذا يعني؟ باختصار شديد، هذا يعني أنه سياسة أمريكا في الشرق الأوسط انهارت. هذا يعني باختصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر الحرب في سوريا وخسر الحرب في أفغانستان، وقرر أن يقلص هذه الخسائر وينسحب. أنا الأسبوع اللي فات قلت لكم والله أنا متفائل. طبعا انا عارف انتم يعني بتاخذوا كلامي على محمل الجد، البعض بيقول لك يا اخي على ايش متفاهل يا متفاهل يا سيد عطوان، ما انت شايف الامور خربانه. لا مش خربانه، كانت خربانه وبتتحسن، بتتحسن لانه في مقاومه، بتتحسن لانه في ناس بتصدوا لهذا المشروع الامريكي، بتتحسن لانه هذا المشروع الامريكي هزم في المنطقه. ترامب بيقول لك انا بديش اكون شرط الشرق الاوسط. يا أخي إن شاء الله ما كنت، ومين طلب منك تكون شرطة الشرق الأوسط؟ ما بدناش إياك في الشرق الأوسط، مع السلامة حل عنا، خربتوا بيتنا، حرب في العراق، حرب في سوريا، حرب في ليبيا. طب وبعدين يعني هذا شرطي مش شرطي، هذا منحاز ضد العرب وضد المسلمين، هذا بيكره العرب والمسلمين. الرئيس ترامب شعر بأنه يعني الهزيمة محققة في سوريا، راحت خرجت من ايديه. واجت الصدمه الكبرى لما الرئيس رجب طيب اردوغان هدده بانه تركيا ستقصف القوات الامريكيه التي تدعم الجيش القوات السوريه الديمقراطيه في شمال شرق سوريا وفي شرق الفرات على وجه التحديد. خاف لانه الاكراد حلفائه، إذا تركيا قصفت الأكراد هذا يعني بده يدافع عنهم. طب هو بسمن فيهم صار له 7 سنين وبيسلح فيهم وبيمولهم. ترامب قال إحنا أنفقنا 70 مليار دولار في سوريا والنتائج صفر، المقابل صفر، 70 مليار. طبعا هو ما أنفقها والله يبني مساجد ولا يبني مستشفيات ولا يبني مدارس ولا جامعات، أنفقها أنه يقتل الناس ويدمر في سوريا ويقود تحالف من 60 دولة. طيب بعد 7 سنوات أدرك أنه ما فيش فايدة، سوريا صمدت، الجيش العربي السوري استطاع أنه يستعيد كل أراضي. فخاف، أنا في تقدير خاف من تهديدات الرئيس أردوغان. فقال لك إيش بدي في هالدوشة، اطلع من المنطقة وارجع وانسحب. طبعا هذا القرار بيعكس حالة من الفوضى في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، حتى أنه جيم ماتيس اللي هو وزير دفاعه استقال فورا، لأنه بيقول لك يا أخي طيب إحنا رحنا على سوريا وارسلنا هاي القوات لتحقيق هدفين أساسيين. الهدف الأول القضاء على الدولة الإسلامية أو داعش، والهدف الثاني هو أن نتصدى ونحتوي القوات الإيرانية في سوريا. هذا ما حكى، يعني بس مش بس إيران، كمان وحزب الله. طيب الآن القوات الإيرانية أقوى من أول في سوريا، والدولة الإسلامية أو داعش أقوى من أول. صحيح أنها يعني مش باقية أنه هي باقية لكن لا تتمدد، لكن يبدو الآن بعد الانسحاب الأمريكي إذا تحقق حتتمدد. مين المتضررين من هاي القصة؟ أكبر طرف متضرر هو إسرائيل، لأنه إسرائيل الآن يعني أمريكا اللي كان عندها قوات في المنطقة سحبتها وبدهاش تكون في المنطقة. يعني يا إسرائيل قلع شوكك بإيدك لحالك. يعني هذا يعني تحدي كبير جدا لإسرائيل. نتنياهو قاعد بيلطم والقادة العسكريين الإسرائيليين بيلطموا. طب إيران موجودة والدولة الإسلامية كمان بتتمدد أو حتتمدد، والأكراد قالوا إحنا مش هنحارب الدولة الإسلامية، بتنسحب القوات الأمريكية، إحنا كأكراد بدنا نتوقف عن حرب هذه الدولة. أنتوا استخدمتونا كأمريكان
ودفعتونا ضد الدولة الإسلامية وضد الحكومة السورية. أنتم دفعتونا، قاتلنا، قدمنا ضحايا ودخلنا الرقة وقضينا على الدولة الإسلامية في الرقة وفي مناطق عديدة، وإحنا بنتوقع تعطونا دولة. الآن بتسيبونا وبتروحوا. طيب يا أخواننا يا أكراد، بتكونش تتعلموا؟ بتكونش تسوعوا بالدرس؟ يا أخي يعني في الأكثر من 80 سنة وأنتوا تتلقوا الطعنات في الظهر. السيدة إلهام أحمد، وطلعت أنا وياها في برنامج يعني قبل يومين، قالت بأنه الأمريكان طعنونا في الظهر. طب يا أخي ما ظلش في مكان في ظهركم مكان حتى تطعنكم الأمريكان أو تطعنكم الإسرائيليين. ما تعلمتوش؟ الأمريكان ما بدهم يعطوكم دولة، الأمريكان بيستخدموكم، الإسرائيليين بيستخدموكم. يا أخي إيش عملت لكم سوريا غير الخير؟ السورية أعطتكم 350 ألف جنسية، جنستكم بالكامل واعتبرتكم مواطنين سوريين صالحين، والدولة السورية وفرت لكم الحماية وعاملتكم بشكل محترم جدا. بيجوا الأمريكان بتبطلوا تكونوا سوريين. الآن الأمريكان بدهم ينسحبوا، بتقولوا لا الجيش السوري لازم يتدخل ويحامي يدافع عنا ضد تركيا، وبعد الأمريكان ما انسحبوا. طب وبعدين يعني؟ يعني طب بتكون بتظلكوا تكرر؟ طب يا أخي ليش ما تتعاونوا معنا كعرب؟ إحنا أشقائكم، ليش ما نكون إخوة؟ وليش ما تكونوا سوريين؟ سوريين وأكراد، ما هو في سوريين كمان عرب وفي سوريين مسيحيين، أنتوا تكونوا منهم. طب ليش يعني عرسكوا ريشي؟ يعني متميزين على العالم كله أنتم؟ يعني هذه كل مرة. الآن بقول لك والله راحت اليوم إلهام أحمد واستقبلها في المستشارين الفرنسيين في الأليزي، وقالت فرنسا مش هتحميكم، أمريكا ما حمتكوش. ليش؟ ليش تخربوا بيت شعبكم؟ يعني القيادة التركية، القيادة الكردية لازم تتعرف جيدا بأنه إحنا شركاء في هذا الوطن، خلينا نشتغل مع بعض. يا أخي حبونا، يا أخي إحنا بنحبكم. طب يعني بادلونا الحب نفسه والتعايش نفسه. ليش تكونوا أنتوا خنجر في ظهرنا كمان؟ الأمريكان طعنوكم في الظهر، طب ليش تكونوا خنجر في ظهرنا؟ خلينا نشتغل مع بعض وفي إطار ديمقراطي، وكل إنسان يأخذ حقوقه كاملة، وسوريا حتتغير ولازم تتغير، ولازم يكون فيها تعايش، ولازم يكون فيها مساواة، ولازم يكون فيها احترام حقوق الإنسان، ولازم تكون فيها ديمقراطية. هذه مطالب مشروعة لكل الشعب السوري مش بس للأكراد. يعني هذه مسألة مهمة جدا لازم إحنا نتمسك. أنا شخصيا حقيقة يعني أناشد وأطالب الأشقاء الأكراد إنهم يتعلموا. في كردستان العراق السيد البرزاني أصر على الاستفتاء وأصر على الانفصال. طب يا أخي أنتم كنتوا تقولوا إحنا تحت طاغية اسمه صدام حسين، طب ما راح الطاغية وأجولكم بالديمقراطيين مع الدبابات الأمريكية. طب وأعطوكم 17% من الميزانية التركية، من الميزانية العراقية، وعاملوكم معاملة كويسة وأعطوكم حكم ذاتي. طب ليش؟ ليش بدكم يعني انفصال؟ وليش بدكم عيشوا مع الشعب العراقي عندكم حكم ذاتي؟ ونفس الشيء في سوريا، السيد وليد المعلم وزير الخارجية قال إحنا مستعدين نقدم يعني الحكم ذاتي للأشقاء الأكراد في شمال سوريا. طيب يا أخي كويس، مين صح بصح له؟ لما تقيموا دولتكم الكردية الكبرى لكل حادث حديث، لكن الآن في عروض، خلينا نتعايش مع بعض. طيب نحكي عن إيش اللي بده يصير الآن. أنا في تقديري يعني أنا خايف من أمر مهم جدا أو من أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أنها تكون هذا أمريكا أو ترامب قرر هذا الانسحاب حتى يخلق فوضى في المنطقة، يعني بمعنى أنه تعود الدولة الإسلامية تأخذ يعني راحتها وتتوسع أكثر من الأول وتتمدد كمان. هذا نقطة. النقطة الثانية، أنا خايف يكون ترامب اتخذ هذا القرار لأنه بيخطط لحرب ضد إيران. يعني هو بدوش يخلي قواته 2000 جندي أمريكي من الوحدات الخاصة في، وحتى الدبلوماسيين كمان سحبهم أو بده يسحبهم، بدوش يخليهم لأمر بسيط جدا، لأنه إذا قام بحرب في ضد إيران هذول حيكونوا هم الضحايا وهم أسرى وتحت رحمة الإيران وحلفائها، سواء حزب الله أو في العراق الحشد الشعبي، النجباء، حزب الله العراق. يعني هو خايف من هذه النقطة، فربما سحبهم وسحب أيضا 7000 جندي
من أفغانستان، وإحنا نعرف هذولا تحت رحمة طالبان، وهناك علاقات قوية بين الطالبان وبين اللي هو بين الطالبان وبين إيران، وهذه مثبتة. طيب هل يخطط يعني لترامب لحرب ضد إيران؟ يعني هل هذه الحرب يعني سينتصر فيها؟ كيف ستكون هذه الحرب إذا صارت؟ يعني إحنا لا نعرف بالضبط ماذا يطبخ، لكن اللي نعرفه أنه في الآن حالة غضب في الولايات المتحدة الأمريكية على هذه القرارات يعني الغير المنضبطة من قبل ترامب. حتى يعني ماتيس وزير الدفاع كان هو الأكثر عقلانية، كان هو يعارض الحرب في إيران، كان يعارض أيضا التصعيد مع كوريا الشمالية، كان أيضا يعني يطالب بنوع من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا آخر العقلاء أو آخر الحكماء في إدارة ترامب، يعني الله يعلم من بده يعين وزير دفاع في المرحلة الجاية. يعني أنا بقول، لكن رغم كل هاي أنا مبسوط، أنا مبسوط لأنه أمريكا هزمت، المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط انهزم، وانهزم بسبب المقاومة، المقاومة الطالبان في أفغانستان وصمود الجيش العربي السوري وكل شرفاء المنطقة في وجه هذا المشروع. سقط المشروع الأمريكي وسقط معه كل المتعاملين مع أمريكا، وإسرائيل الآن محاصرة من الشمال في حزب الله، في الجنوب اللي هو حركة حماس، وفي الشرق أيضا اللي هو القوات السورية وقوات حزب الله أيضا وأيضا قوات إيرانية. الآن المقاومة، حركة المقاومة تملك صواريخ متطورة جدا، تملك يعني حتى طائرات مسيرة، مفاجآت قادمة في المنطقة. أنا أعتقد العام القادم سيكون عاما مختلفا، وبدناش ترامب يكون شرطي في منطقتنا ولا عندنا. والحمد لله الأيام الطيبة قادمة، وشكرا لكم، وكل عام وأنتم بألف خير.